السلام عليكم، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا كويسين. قبل كده من كورس فلاتر خدنا الفور لوبس او اللوبس عموما، واتكلمنا عن التكرار وقلنا ان في حلقه من التكرار بتبدا ان هي تشوف كل مره السطر اللي قبليها عاوز اي قيمه، وبتبدا ان هي تبرنت لي القيمه اللي انا عايزها. تمام، خدنا باكتر من مثال على الفور، وعرفنا ان احنا ازاي بنستخدم فور، وعرفنا ان هي بتتكون من variable condition. بعد كده بيبقى في عمليه انا بنفذها لو هزود مثلا. تمام، طيب بعد كده دخلنا الفور مع الليست. تمام، ركز معايا شويه. دخلنا الفور تمام بتاعت اللوبس، طبعا التكرار انت بتكتبش لوب ولا حاجه زي دي، هي اللوبس بس معروف ان هي تكرار. تمام، بعد كده بتستخدمها بفور. على فكره بتستخدمها في كذا لغه برمجه بنفس المبدا، يعني فور بعد كذا ان كذا بتبدا، يعني في البايثون كنت بستخدمها فور برضو، فور كذا ان رينج كذا، لو انتوا فاكرين يعني. تمام، طيب وفي لغات برمجه كتير برضو بنفس المبدا، فركز معايا عشان تفهمها، عشان يعني كانك فهمتها في كل اللغات التانيه دي. تمام، طيب النهارده ناخد ايه؟ النهارده ناخد برضو فور تاني، بس فور اتش. طيب ايه هي الفور اتش اللي احنا هنتكلم عنها النهارده؟ في عندنا فور وفي عندنا فور اتش. طيب الفور دي يا شباب انا بديها قيمه، ركز معايا، انا بديها قيمه. تمام، الفور اتش التانيه بقى احنا مش هنديها قيمه، ده هي اللي بتديني القيمه. تمام، القيمه بتاعتها بتكون فاضيه، هي اللي تلقائي بتبدا انها تديني القيمه. بتشوف الليست اللي انا بستخدم دايما مع الليست، بتشوف الليست مثلا فيها سترينج، فيها دايناميك، فيها مثلا ايه، بتبدا ان هي تاخد القيمه وتبدا ان هي تديها لي. تمام، بتبقى فاضيه وهي اللي بتديني القيمه من نفسها. تمام، يعني انا مش بديها قيمه. طيب على سبيل المثال عندنا ليست زي دي كده، وطبقنا عليها بعد كده لو عملنا كنترول اف 5 عشان نعمل رن، بيبدا ان هو تلقائيا يشوف النمبرز مثلا قيمتها ايه، وبنبدا ان احنا نطلع ان النمبرز تعمل لنا برنت مع الداتا، او الداتا بتاعت الانفو دي اللي انا كنت عاملها في الليست، بيبدا ان هو يطلع لي الداتا او الانفورميشن بتاعت اليوزر ده. تمام، فقلنا على سبيل المثال مثلا لو عندنا شركه فيها اكتر من موظف، كل موظف ليه مثلا نيم، ايدج، بعد كده كونتري، اي دي، تفاصيل كتير زي دي، فهنبدا ان احنا نستخدم الليست دي ونبدا ان احنا نحطها في الفور. تمام، طيب سيبك بقى من الكلام ده كله، تعالى ناخد مثال تاني على حاجه اسمها فور اتش. تمام، الفور اتش يا شباب نفس الفكره، مفيش اي اختلاف، انا الفكره بس ان انا عامل ليست جاهزه، يعني انا مش هقعد اكتب كل ده كده، كل الداتا دي عشان ابدا ان انا اعمل عليها تيست، لا انا كتبتها وابدا ان انا اجهز عليها اشتغل على طول. تمام، طيب فاحنا مثلا عندنا لستايه، سيبك من فور اتش خالص، احنا عندنا ليست. تمام، الليست دي هي اللي احنا استخدمناها في الفيديو اللي فات، مفيش اي اختلاف، الفرق ان انا زودت عليها بس الاي دي، زودت عليها الفون نمبر، يوزر نيم، الكود، اللوكيشن، اي تفاصيل. الغرض منها ان انا اقول لك ان احنا لو عندنا ليست كبيره جدا فيها تفاصيل ومعلومات كتيره جدا، وعاوز ابرنتها يعني سطر مع سطر، فاهم قصدي؟ يعني عايز اطلع كل التفاصيل دي بس مع الفور لوب. تمام، طيب ادخلها ازاي؟ ادخلها مع الفور اتش، لان انا مش عارف القيمه اللي جالي ايه، انا مش عارف هو جايب لي النيم ولا الايدج ولا كذا، فيبدا ان هو يعمل حلقه من التكرار، ويبدا في كل مره يعمل لي برنت للقيمه دي. يعني مثلا اول مره طلع لي فاريو 7 اكس، بعد كده 24 ييرز، بعد كده كانتري ايجيبت، بعد كده الاي دي، بعد كده الفون نمبر، بعد كده اليوزر نيم، وهكذا. فهمت قصدي؟ الناس اللي بتقول لي ازاي نعمل لسته لتخمين الباسورد، مش دايما بتلاقي في لسته كده ملف تكست كده فيه باسوردات كتيره جدا، وبتبدا ان انت تعمل عليها تخمين. طب هتخمن بايه؟ ايه هو اللي هيروح يشوف هو الباسورد مثلا بتاع الواي فاي، ولا الباسورد بتاع الفون، ولا باسورد الجيميل، ولا مثلا الفيس؟ هل الباسورد ده صحيح؟ لا، روح للباسورد اللي بعده. هل ده صحيح؟ لا، روح للباسورد اللي بعده، وهكذا. حلقه من التكرار بيبدا انه يشوف هو الباسورد، لا الثاني، الثالث، رابع، خامس، 1000، 2000، وهكذا. فهنا بنستخدم الفور اتش. تمام، بنبدا ان احنا نعمل لسته ونبدا ان احنا ندخلها مع الفور اتش. طب هنستخدمها ازاي يا عم فيروس؟ خلينا نوضح. تمام، طيب كده الليسته مفيش اي جديد، مش محتاج ان انا اشرح فيها حاجه لان ما عدلتش فيها حاجه. طيب هبدا ان انا اعمل ايه؟ احنا عندنا هنا الانفو تيتو ده يعتبر عباره عن اسم الليست اللي انا حاطط فيها الداتا. طيب هتستخدم ازاي؟ هبدا ان انا اقول انفو دوت، بعد كده تيتو بالشكل ده، هي جت تمام. طيب انفو تيتو، بعد كده هبدا ان انا اعمل ايه؟ هبدا ان انا اعمل دوت، بعد كده فور اتش. فهمت قصدي؟ يعني انا بنده لها وبقول لها يا انفو تيتو استخدمي لي الفور. تمام، فور خلينا نقول لك فور، بعد كده اتش. تمام، طيب اتش فور اتش كده بالطريقه دي. طيب بعد ما كتبنا فور اتش هنبدا نفتح الاقواس بتاعتنا عادي جدا. طب بعد ما نفتح الاقواس بتاعتنا هنبدا نعمل السيمي كول. ركز معايا بقى يا معلم، هنا بقى في نقطه مهمه جدا لازم تفهمها وتركز فيها جدا، عشان دي اللي هتستخدمها في السكريبتات بتاعتك باستمرار قدام. تمام، الاقواس هتتلخبط فيها بشكل كبير جدا، انا سهلها لك.
خد القاعده بتاعت فور اتش، بتبدا ان انت تحط الليست نيم او اسم الليسته اللي انت حاططها. مثلا انا مسمي الليسته اللي فوق دي انفو تيتو مثلا، او ممكن اسميها انفو بس، تمام؟ يعني انا هسميها انفو بس بالشكل ده، وهبدا ان انا اجي هنا وابدا ان انا اخليها انفو عشان بس ايه يعني نسهل الموضوع شويه. طيب استخدمت اسم الليست، ندهت على الليست، قلت لها مع فور اتش، بس هي بسيطة جدا. الغي بقى الفور التانية، بس انا كان لازم اديكم التانيين الاتنين مع بعض. طيب فاحنا خدنا فور التانية، لا احنا هنستخدمها بطريقة ابسط واسهل ولذيذة شوية، ألذ من التانية. طيب فنبدأ ان احنا نقول اسم الليستة اللي احنا عملناه فوق اللي هو ده كده، بعد كده قلنا دوت فور اتش، تمام؟ تمام، عملنا الاكواز بتاعتنا، هندخل جوه الاكواز دي ونبدأ ان احنا نعمل الاكواز دي تاني. طب ركز معايا عشان في ناس بتتلخبط في الاكواز دي. عملنا القوسين دول جوه منهم، هنيجي بعديهم ونبدا نعمل اكواز تاني اللي هي دي، تمام؟ طيب يبقى عملنا الاكواز دي، الاكواز دي وحطينا السيمي كولون كده، القاعده الاساسيه بتاعت فور اتش اللي احنا بنستخدمها، تمام؟ طيب بعد كده هنبدا ان احنا نيجي هنا كده ونبدا ان احنا نحدد احنا هنستخدم فيها ايه، مثلا سترينج ولا دايناميك. خلينا نطلع فوق، احنا بنستخدم سترينج، هنبدا ان احنا نيجي هنا كده ونبدا ان احنا نقول سترينج بالشكل ده. طيب سترينج او العناصر اللي موجوده جوه منها دي اسمها elements، تمام؟ فاحنا نبدا ان احنا نقول string element بالشكل ده، تمام. طيب لحد دلوقتي كده الشرح هبقى كل حاجه تمام. هبدا ان انا ادوس هنا وانزل تحت، بعد ما انزل تحت هاجي في الاكواز دي وانزل تحت تاني وابدا ان انا افتح الاكواز دي، هسيب دول زي ما هم، هبدا ان انا احط الكود بتاعي هنا. طيب واحده واحده هبدا ان انا ارجع واحده تحت تاني، كنترول زد كنترول زد تاني. طيب يبقى احنا قلنا ان احنا هنيجي نعمل اسم الليست اللي احنا سميناها، مثلا عملنا ليست سترينج، الليست دي اسمها انفو، قلنا انفو تعالي بعد الليست على طول، الكود بتاع الكود بتاع الليست اهو، نزلنا تحت منه على طول جوه الداله اللي هي الفويد مين، بعد كده بدانا ان احنا نحط اسم الليست بتاعتنا، بعد كده دوت فور اتش، تمام. فتحنا الاكواز بتاعتنا وبدانا ان احنا نحط فيها اكواز تاني بالشكل ده. طيب سؤال مهم، ليه حطينا الاكواز دي فاضيه، او ليه بنحط اكواز جوه اكواز؟ هقول لك مثال بسيط جدا، كنترول ان عشان نكريت حاجه جديده، ركز معايا عشان تفهم ليه حطينا الاكواز دي. هنقول مثلا دارت، اوكي تمام. طيب احنا لما بنيجي نكريت سكريبت او مثلا كود بلغه دارت بنعمل ايه؟ اول حاجه بنقول void بعد كده main، اوكي. طب بنعمل الاكواز دي، طيب بعد الاكواز دي بنبدا ان احنا نعمل الاكواز دي ونبدا ان احنا نحط الكود بتاعنا هنا. طب جميل جدا، خلينا نرجع خطوه ورا بالشكل ده، تمام. نرجع خطوه ورا تاني اللي هو اصلا هنبدا ان احنا نحذف دي كده، تمام. طيب هنبدا ان احنا نمسح دول كده، تمام. طيب دي ايه كده؟ دي كده فانكشن، بس دي كده انونيمس فانكشن. طب يعني ايه انونيمس فانكشن؟ انونيمس فانكشن يعني ملهاش اسم، ملهاش اي معلومات خالص غير ان هي مجهوله الهويه. مجهوله الهويه يعني احنا مش بنستخدم فيها void ولا main ولا اسم ولا اي حاجه. يعني احنا مثلا ممكن نعمل void بعد كده مثلا نقول ان الداله دي هتكون مثلا انت، مثلا نقول انت مثلا اسمه تيست بعد كده كذا كذا، ونبدا ان احنا نشتغل في الداله دي بالشكل ده كده، ونبدا نحط الكود بتاعنا هنا كده برنت كذا كذا. لا يا معلم احنا مش هنستخدم ده كله خالص، هنشيل ده كده. طيب هل الداله دي كده بقى ليها اسم؟ هتقول لي لا، يبقى دي كده بقت ايه؟ انونيمس. فهمت الفكره يا معلم؟ تمام. فاحنا هنستخدم الانونيمس فانكشن جوه ايه بقى؟ الفور اتش اللي هي دي، خد بالك كده انونيمس فانكشن، عشان لو حد قال لك ليه حاطين الاكواز كده عشان تبقى فاهم، تمام؟ طيب دي فكره الاكواز. فقلنا بننزل تحت، بعد كده بنفتح الاكواز دي، نبدا ان احنا نيجي هنا كده، عفوا نبدا ان احنا نيجي هنا كده، نرجع بس تاني كنترول زد كنترول زد، سوري يا شباب. طيب بنبدا ان احنا نيجي هنا كده ونبدا ان احنا ننزل تحت كده ونحط الكود بتاعنا هنا، وهنا كده بنبدا ان احنا نحدد احنا نشتغل على string element، تمام. طيب string element، بعد كده ان احنا نيجي هنا ونبدا ان احنا نحط الكود بتاعنا. طيب ايه اللي احنا عايزين نعمله؟ احنا عايزين نعمل ايه؟ احنا عايزين نعمل برنت للانفو اللي فوق. طيب فهنبدا ان احنا نعمل برنت، تمام. ركز معايا، مش هنكتب هنا انفو، هنبدا ان احنا نقول element العناصر، تمام، او العنصر، تمام. element، تمام. طيب احنا كده عملنا برنت، نعمل سيمي كولون، خلاص كده احنا هنبدا ان احنا نعمل برنت للاليمنت او العنصر اللي هو فوق ده. هيبدا ان هو تلقائيا يروح ينده اسم الليسته بتاعتنا مع الفور اتش، ويبدا ان هو يلوب عليها ويبدا يجيب كل سترنج جوه الليسته دي، ويبدا ان هو يحطه لي في الديباج هنا او الكونسول اللي تحت دي. طيب النتيجه هتطلع لي دلوقتي بمجرد ما انا اعمل كنترول اف 5 ران، هيبدا ان هو يطلع لي كل الداتا اللي جوه الليسته دي. طب الموضوع سهل جدا، كود 2 الاقوال
كويس، فهمتها، عرفت ان احنا هنشتغل على سترينج، عرفت ان في حاجه اسمها element، عرفت ان حاجه اسمها في حاجه اسمها فور اتش. خلاص كده يا معلم، هو ده الفيديو، خلاص احنا كده مش محتاجين نشرح حاجه تانية. عرفت يعني ايه anonymous function؟ كل ده اللي انا عايزك تفهمه. فهمت الكلام ده كله؟ تمام وكله واضح؟ تمام. عندك اي استفسار اي مشكله سيبها لي في كومنت تحت الفيديو ده. كده الفيديو باختصار خلص. خلاص الفيديو الجاي بقى هنبدا ندخل في الكلاسات، وهنبدا ندخل في الاوبجكت، هنشرح بقى السوبر، هنشرح كام حاجه كده، هنبدا بعد كده خلاص ندخل في فلاتر على طول. تمام. طيب بعتذر ان انا ما حطيتش الفيديو ده مع الفيديو اللي فات عشان مده الفيديو، يعني انا حبيت ان انا اشرح لك الفور اتش لان استخداماتها كتيره جدا في البروجكتس اللي هنستخدمها قدام. يعني ركز على دي وما تركزش على الثانيه، او انا عايزك بس تبقى عارف الفور العاديه اللوب العاديه، لكن الفور اتش دي هنستخدمها بشكل متكرر وبشكل كبير. تمام، فركز عليها. تمام، واقفه معاك اي حاجه فيها برضو كلمني في التعليقات، او انضم لقناتنا على التليجرام، اللينك بتاعها في الديسكربشن. ونشوفكم في الفيديو الجاي من قناه فيروس. السلام عليكم.